لو سمحت. نعم. ممكن تشيل يدك؟ انت لو كنت متزوج كان ما طالعتني بهالنظرة الخايسة. انت لو تعرف شو اسمه صابون كان ما يلسكي بهالشكل الخايس. تتمسخر علي؟ هي انت شحات؟ شحات؟ هي شحات. ليش؟ كنت تحراني مينون؟ هي والله. لا مو مينون انا شحات. والله على لبسك مينون. شو قصدك يعني؟ بس لانك مرتب شكلك عزوبي. منو قال لك؟ ها؟ حبيبي متزوج انا. غريبة، متزوج شيء مرتب؟ مرتب امورك ويا الحرمة بتترتب انت الدنيا. لا والله. انت شو اللي وصلك لهالحالة؟ ما تدري، ما تدري ترى. تدري ولا ما تدري؟ احبك يا بعد عمري. الله عليك، الله عليك، الله عليك. والله حبيبي. صوتك حلو، ليش ما تغني؟ لا حرام الاغاني. والشحاتة؟ لا الشحاتة بارت تايم. يوم فاضي ما عندي شيء اسير شارع جميرة، شارع الكاسر في ابوظبي. حركات. ها سامان؟ ها سامان؟ انا ادور سامان؟ لا يا حبيبي، انا ادور فلوس السامان. خلي فلوس السامان. نعم. زين لو انت تدور فلوس السامان شو اللي يوصلك للحالة؟ حبيبي انا سألت الشباب عن متطلبات الزواج. شو تتريل باص؟ اوكي. تسمع سالفتي ولا لا؟ قول قول قول. اوكي. ما يباص. اوكي. أنا سلمك الله، سألت الشباب عن متطلبات الزواج. حلو. قالوا لي أبغي لك شيء، أبغي لك شيء. جهزت عمري وصرت أطلب إيد واحدة. صرت تطلب إيد واحدة؟ نعم. طلبت إيدها؟ أكيد بطلب إيدها، بطلب ريلها. طلبت إيدها. إنزين أوكي كمل. أوكي. المهم. قول. صرت أطلب إيدها. يا أخي تطلب طلبات غريبة وتزوجت يعني. إيه. تطلب طلبات غريبة يا أخي. مثل. ما اعتقد في طلبات يعني توصلك للحالة هذه. لا لا توصل حبيبي توصل. كيف؟ طلبت مني دريول يوصلها من البيت للمدرسة اللي هي تداوم فيها. اوكي من حقها. وحدة المدرسة لاصقة إدارة بإدارة في بيتنا. شو تقول أنت؟ بعد ما يوصلك للحالة. حبيبي شرطة على الدريول ينزلها في نص الملعب. رياضية؟ أي رياضية يا حبيبي رياضية قال. تخيل مرة من المرات طلبت مني بيض وطماط. حلو. بدون طماط. سبب صلصة يا شو قدار وياها انت؟ والله مو قدار يا حبيبي. انا حرمتي طلبت مني طلب غريب، قالت لي ابغي مربيه اطفال. عادي من حقها تطلب مربيه اطفال. كيف تطلب مربيه اطفال وانا عقيم؟ انت عقيم؟ ايه. وتطالبه مربيه اطفال؟ حق منو هالمربيه؟ عندها كلبين شيواوا قالت لهم نجيب الشارع. زين. وقالت تربيهم تاخذ فيهم اجر. والله حرمتك اللي يبغى لها تربيه. انا ما يخصني انت لقيت كل شيء. لا 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 اسولف وياك بس. انت ليش سويت صدق؟ ها؟ شو اللي وصلك لهالحالة؟ ما تخليني اطلع الا بهاللبس. تخيل انت كل يوم تخليني اطلع. لا 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 تكشخك وتعدلك وهذا. اي تكشخك يا عمي. انا تخيل ماخذ لها انا شنطه ب 40,000 جوتي ب 15,000. يعني كيف يعني جوتي يمشي بروحه؟ تستهبل انت؟ ليش بس؟ وش دراني انا تطلب طلبات غريبه يا رجل؟ حبيبي اغرب طلب طلبات حرمتي والحمد لله علينا الحين انا. شو الطلب هذا؟ قالت لي استوي ناس مهند. اي مهند؟ لبناني. مشهور. تركي؟ تركي. ليش قال؟ ايه. تتمسخر. انت ما كنت تستوي نفسك؟ ايه. كيف؟ بديت احاول اني اغير من نفسي. زين. قبل كان اسمي مثنى. زين الحين؟ الحين مصطفى. وين مثنى وين مصطفى؟ كيف تجيبها؟ جي حاولت اغير والشعر صحيته. كيف صحيته ما شاء الله؟ ها؟ واللون؟ ايه. على الله. لا اشرب لبن وايد. بكتب ابيض. بكتب ابيض. ايه بتقتنع بعدين. والحمد لله مرتبتني الحين شوف. تمام اموري حلوه. دفعت عليها اللي وراي واللي قدامي. وطلبت مني الطلاق، طلقتها عقب رفعت علي قضيه نفقه وانا الحين انفق عليها هي وولدي اللي للحين ما شفته. تنفق عليه؟ انفق. ماخوذه من النفاق. انفق يعني ادفع يا عربي. ها سوري سوري سوري. كمل كمل. بس وهاي حالتي انا. وما عندي شيء. ولدك؟ كان لا ولدي ما شفته للحين. أفضل. كان عندك شيء تعطينا اياه بعد؟ مثل شو يعني؟ بيزات شو يعني؟ كلك نظر يعني.
عطني عطني 5 ربيات. لا لا هاي مال الباص. الباص بدرهمين تقص عليه انت ولا شو؟ انا دربي وايد بعيد. وين؟ وايد بعيد وايد وايد. وين بعيد؟ سير القمر. القمر؟ القمر. انت شو تبي؟ فهمينا. تبين تليفون، تبين سياره، تبين بيت، تبين قصر، تبين ما ادري شو، فانوس مو بريال. دا والله حرام عليك، ريال مالي هدومه وما في شيء وتمام. الحمد لله ربي تقولي بس حصلت ريال. هلو شو تبين صدق؟ جاوبي رد علينا شو تبين؟ تبين تاخذين دور الريال واشترى ريالين ويا بعض ما يعيشون ترى، ما يعيشون. الله خلقنا شيء ريال حرمه، خذي دورك وخليه هو ياخذ دوره صح عشان تعيشون صح. هو تسلف وسوى 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 واخر شيء انفرد في السجن مفرور نفس اللي ما عنده كفيل. خليها على الله. شو خلي جد والله حرام عليكم يعني، خفوا علينا شوي، فهمونا، دلعونا، حبونا، فهمونا. الكلمه الطيبه سموها طيبه. الكلمه الطيبه تسرق قلوبنا ترى والله العظيم، نحن ترى نفس اليهال ومقصه بس قلوبنا. حبيبي شوف شو بنسوي، بجرب الدنيا وبخربها خروف. انت بس شوف انت بس لا يعني تعطي انت بس ركزي معي او ركزي معاه او ركزي معانا. لا معانا شو كلنا فروه لا يعني قصدي النهار صح كلام دا لا لا اعطى النصيحة بس قلنا ترى خذي دورك وخليه هو ياخذ دوره. صلى الله وبارك.